الحمد لله كاين شويه ديال الاقبال يعني بالنسبه للعشوب، ولكن ماشي الاقبال اللي كان قبل من كورونا، ماشي قبل كوفيد، كان اقبال اكثر من هكا، لان الناس دابا مع الاحترازات فهمتي ما كيخرجوش الناس، ماشي كاين شويه ديال التباعد والناس خايفين، باقي الناس خايفين، ولكن الحمد لله كاين اقبال، كاين الناس كيديو العشوب مثلا بحال الشيح تيستعملوه على زعما تيستعملوه على ود الجائحه هذه، كاين الزعتر تيستعملوه، كاين البابونج، كاين مردوش. مردوش نركز على هاد العشبه لان من بين احسن العشبات، عندك مردوش، عندك البابونج، عندك الزعتر مزيان، يعني هادشي تخاد بنظام ويحترموا المعايير، يحترموا القياس، لان الناس كيسمعوا مثلا عشبه من عند دكتور او من عند عشاب، تيجيو تياخذوا عشبه تيبقاو عشبه 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 حتى كيوقع لهم اثار جانبيه، لان راه كلشي فيه الاثار الجانبيه، لان مثلا مردوش مثلا بالنسبه للزعتر الا خديناه يوميا راه يضر في الكبد، والشيح كذلك، حتى الشيح كذلك الا خديته يوميا راه يضر، ولكن الانسان يحترم المقدار ويحترم القياس، هذا هو اللي كاين. تخليطها مثلا بحال هاد العشوب ديال اتاي، هادو مثلا مزيانين، فيهم سبعه د العشبات، كاين فيها النعناع العبدي، النعناع الفليوي، فيها مرد الدوش، فيه السلميه، فيه المانتا، فيه المرسيطه، سبعه د العشبات فيه. يعني كاين الزعتر حتى هو مزيان، الزعتر حتى هو، ولكن اللي نركز عليه هو الناس الله يجازيهم الله يكثر خيرهم انهم يحافظوا على القياس، ما ياخذوش الزعتر كل نهار بواحد الكميه كثيره، كل حاجه يعرف فهمتي، يبحث الانسان، يبحث، راه تبارك الله كاين قنوات، كاين كلشي كاين دابا موفر، يعني الانسان يحترم القياس، يعني العشبه فيها الدواء ولكن يحترم القياس. الزعتر يقدر يدور نهار ايه نهار لا، ما يديروش كل نهار، لانه اونتيبيوتيك هو مزيان، ولكن راه عنده لي زيفي خايبين على الجسد الا اتخذ كل نهار. الشيح كذلك حتى هو، الشيح مزيان، الشيح انا نفضل يدار مره في الاسبوع، هو مزيان بالنسبه بالخصوص هاد الكوفيد اللي هضرنا عليه، مزيان اللي عنده دوك الدويدات في المصران وهذا، ولكن ما خصش هو ثاني دوك الدويدات يموتوا كاملين، لان الا كانوا زايدين خصهم ينقصوا، ولكن ما خصهمش يموتوا كاملين، لان عندهم واحد الدور في الجسد. بالنسبه للاعشاب ديال التخليطه ديال اتاي وديال النعناع وديال هذا الشيء اللي كنستعملوا في مدينه الرباط في شارع سيدي فاتح، هذه البلاصه، المنطقه قديمه بالاعشاب ديال النعناع والخليط، مشهوره معروفه، والاقبال عليها تبارك الله كاين، لان الناس كيجيو في الايام ديال البرد بزاف وكيكون عليها الاستهلاك، والناس كيبغيو بزاف السلميه، كيبغيو العبدي، كيبغيو مردوش، كيبغيو الملقم، الزعتري، المانتا، هاد الاعشاب كلها ولات مختصه. كاين الناس اللي كيجي المانتا مزيانه اللي غاز الهضم المصارن، كاين مرد الدوش كيهضم الاعصاب، كيقوي الهرمونات، فيه بزاف ديال الفوائد للذات، كاين بالنسبه لواحد البلسم اللي كيحرق السكر وكيمشي الدوره الدمويه لا سيركيلاسيون دو سون، وفيه بزاف ديال الفوائد ديال الذات. كاين فليو اللي كيشربوه الناس في هاد الايام ديال الخريف والشتاء اللي تيكون فيه شويه ديال البرد وهاد لا غريب، وكاين الناس كيبداو يجيو ياخذوا هاد الاعشاب بزاف باش كتعاونهم في هاد سميتو. وعندنا اعشاب جافه بالنسبه لهاد الشيء اللي خضر كاملين، دايرينهم في لي ساشي، باكيات ساشي كيديوهم صحاب الخارج، الناس اللي ما عندهمش هاد التخليطه خضراء وما داك الشيء، كيديو هاد الاعشاب باكيه فيها كل شيء مخلطه، كتبقى لهم العام كامل. اقبال الحمد لله كاين على كل شيء، وبالاخص في البرد كتكون الشيبه، العبدي، سالميه، مرد الدوش، نعناع الملقم، المانتا، الحبق، كاين واحد الحبق لاميليس كيهدم كيقاد الطونسيو، الاعصاب، كاين فيه بزاف د الفوائد. كاين عندنا واحد العشبه، واحد الصندل مزيانه للكلاوي، كتصفي الحجر من الكلاوي، كاين شي اعشاب تبارك الله فيهم الدواء، سبحان الله العظيم، ما كاينوش الانسان راه سميتو راه صحي للذات بزاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.